والخلفة خلفته هو، مش عايز حد في الكفر أبدا إلا لما يكون من دمه وسلسله هو وبس. ورجالة الكفر طايقين ياخدي العيشة دي إزاي؟ أوعي يا بنتي يعني لا مؤاخذة يكونوا مع بعضيهم؟ أعوذ بالله من غضب الله، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ اللي ما بيعرفش يصرف نفسه في عطاية بره الكفر ويرجع بيهج خالص، بس ساعتها بقى بيخرج يا مولاي كما خلقتني، لأن حجج الأراضي كلها مع الكبير. طب هو الحريم اللي لسه ما جاش عليهم الدور بيعملوا إيه بقى؟ يعني لما مؤاخذة كده على مثبت إن أنا أغراب، أمي بقى تعمل إيه؟ علم، ما تعرفش يعني إيه علبة؟ اتكلمي بأدب. كان على عيني، ما ينفعش، ما بقاش علمة يا درجية. تعرفي تغني يعني؟ وأدق وأعزف كمان. طب وريني يلا، هاتوا الكام رقاصة الجداد خلينا نشوفهم كمان. خالتي استمنوها؟ خالتي استمنوها؟ انت مين يا ابني؟ انا اكمل المسكينة يا خالتي. ولد خليل؟ وانت ايه اللي رماك على كفر النسوان؟ دي حكايه طويله ابقى احكيها لك بعدين، بس انا لازم اداريكي دلوقتي يا خالتي، لو مسكوك هيقبضوا عليكي. ويقبضوا عليا ليه يا ابني؟ بيقفشوا في النسوان. اها. مشعل مات، ده انا يسيبني قبل ما اسيبه. والله يا خالتي انا حاولت بس غصب عني. وانت ايه ذنبك؟ الذنب ذنب ابوك. وسحر فين؟ مش معانا يا خالتي، سندس بس هي اللي معانا. وهي فين دلوقتي؟ صوتك خالص. مسلحي واكل الكفر في عيبه، واحنا ولا دريانين في كفر القلح. قلة الاصل والوطو طابع في عيلة الديب. ما تشوفي لنا النوى كده يا خالتي، يمكن تسهل علينا الامور. مسلحي مات يا بنتي، ما عندك سرير جوه ما تخش تنامي عليه. الدنيا حر هناك والكوابيس عمياني. هو انا مضايقك؟ لا مضايقاني ولا حاجه. انا خايفه قوي، هو ايه اللي بيحصل يا خالتي؟ والنبي ما انا فاهمه يا بنتي، بس مصيري هفهم. قبضتوا على كل الغفر؟ حصل. يبقى ابدأوا باقي الخطة. رجالة كفر كلهم لازم يموتوا. في ايه طيب بس يا خالتي ما تفهميني؟
لازم نمشي من هنا حالا، وخصوصا انت. لا يا خالتي ما ينفعش، الأم اتقبض عليها ومش هسيبها. يا ابني رايا دي بنت مسلحي وعمره ما اعترف بيها، بيقول ان امها حملت فيها من جني، ويا ما عذب امها ويا ما عذبها هي كمان قبل ما تهرب من سنين، وحلفت انها لما ترجع هتاخد حقها منه ومن كل الرجال، مش بعيد تقتلك برضه. يا خالتي مش همشي قبل ما اجيب امي. طب خليك هنا، انا مفيش عليا خوف، هجيب امك وسندس وارجع لك. اطلع راقب لي الطريق لا يكون فيه لبش. لا لا الا الله يا خالتي، ما اكيد فيه لبش، ما انت لسه قايله. يا واد محصوره، اعملها على روحي قدامك يعني؟ خلاص يا خالتي. محصوره مش محصوره. ابوس ايدك، احنا غرب ملناش دعوه خالص باللي بيحصل في كفركو، ابني ملوش ذنب يموت. قلتيلي ان ابنك من سلسله ديابه بس مش معترفين بيه. ايوه. زي يعني؟ تعالي هنا خدوها دوروا على ابنها، ومحدش يقتله، ابنها بالذات يجيلي حي.